دكتور احمد ابو غنيمه الباحث في الشؤون الاقتصاديه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ذهاب بيه دكتور احمد، يعني ايه تاني غير مجرد الرسوم على التعامل مع الاي تي ام من بنك لبنك هيبقى معفى بناء على استمرار الاجراءات؟ طيب، اولا احب ارحب بالساده المستمعين والمشاهدين وبحضرتك، واستسمح معليك بس ان احنا نصحح معلومه للساده المواطنين. اتفضل. فيها لغط شويه، الا وهي ان في ناس بتعتقد ان اي حد هيروح يسحب نقدي من الاي تي ام بتاعته على البنك بتاعه هيدفع الرسوم برضه. لا، طب هي حاله استخدام ماكينه بنك اخر. بالظبط بالظبط، وده اللغط اللي موجود في المجتمع، فاسمح لي بس ان احنا ايه صححنا المفهوم. يعني طبعا ده برضه مهم عشان اللي عايز يخش ينخور كده، عشان نبطل نستخدم المكن ويقعد يقول لك اصل بيحصل اخطاء كتيره وانا حصل معايا غلط والكلام ده. لا طبعا، انا مع حضرتك 100%. اتفضل كمل. هو صدر طبعا القرار قبل كده في اواخر 2019 على السحب النقدي والاستعلام وبعض المعاملات البنكيه. وجات مبادره البنك المركزي في شهر مارس 2020. أيه. زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، لمواجهه تداعيات كوفيد 19. اتخذت على ثلاث مراحل، ودي المرحله الرابعه. اول مرحله كانت 6 شهور، وتاني مرحلة كانت 3 شهور حتى نهاية شهر 12 2020، أو بعدين 6 شهور، 6 شهور لحد يونيو 2021. أيوة. والنهاردة أصر اجتماع مجلس الإدارة بتاع البنك المركزي عن إمداد هذا المبادرة لمدة 6 شهور أخرى تنتهي في 12 2021. طبعا برضه نحب نفصل للساده المستمعين ان الموضوع جه او القرار جه على 4 حاجات، الا وهي السحب النقدي والاستعلام، دي حاجه، والتحويلات البنكيه بالجنيه المصري برضه تم اعفائها من العمولات والرسوم، وخدمات التحصيل الالكتروني، وخدمات الهاتف المحمول. قول لنا بقى حته الهاتف المحمول ديت، يعني ايه احول من حساب في الهاتف لحساب مصرفي؟ يعني مثلا حاجه زي الفون كاش والحاجات دي ولا ايه؟ ايوه بالظبط كده. وفي نفس الوقت اصبح الوقت من السهل جدا ان احنا نستخدم الهاتف المحمول. لو انا فاتح حساب بدخل على في بنك مصر والبنك الاهلي، فتحوا المعاملات عن طريق الهاتف المحمول، ان انت تقدر تحول من حساب لحساب من خلال الموبايل، مش شرط عن طريق الاتصال التحصيل الالكتروني، لا اصبح حتى عن طريق الهاتف. فده من ضمن الايتمز او الحاجات اللي تم برضو القرار شملها، القرار اللي هي رسوم التحصيل في التحويلات عن طريق الهاتف المحمول. طيب يا فندم، انا بشكر سعادتك جدا دكتور احمد ابو غنيمه الباحث في الشؤون الاقتصاديه، شكرا جزيلا لحضرتك.